يا منى، صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا كريم، انا مبسوطه ان انا معاكم. صباح الفل عليكي يا نهاوند، وصباح الفل على كل متابعي قناه النادي الاهلي. اهلا صباح بيكي، صباح الهنا. الفل. طيب تعالي بقى نعرف في البدايه، كيف رايت حفل القرعه امبارح؟ والله يا كريم هي كانت مفاجاه كبيره جدا بصراحه. ماتشين ليفربول وريال مدريد وباريس وبايرن، يعني اتفاجئنا الى حد كبير ان الماتشات دي بتتكرر تاني، ولو ان ده العادي يعني في فرع دوري الابطال. هم دول يعتبروا المباراتين اهم مباراتين اصلا في دور ال 16. طبعا يعني هم بالنسبه للجماهير دول نهائي مبكر، سواء ليفر وريال مدريد صحيح او صحيح بايرن وباريس. خلينا نبدا بليفربول وريال مدريد. طبعا كل الناس عارفه طبعا ليفربول عنده طار بايت بقاله كام سنه مع ريال مدريد، طبعا اخرهم الهزيمه الموسم الماضي في النهائي 1-0، وكانت في هزيمه قبل كده نهائي 2018 برده كانت 3-1. الوضع بالنسبه لليفربول صعب، مش سهل خالص، يعني خصوصا مع بدايته السيئه في الدوري وتراجع النتائج من اول الموسم. بالتالي ليفربول يعني اعتقد ان هو لما سمعوا القرعه حسوا بحظ تعيس يعني، ولكن نحط تحت دي مليون خط. الماتشات دي مش هتتلعب غير بعد المونديال، بعد كاس العالم طبعا، بعد ميركاتو تسويق، بعد لعيبه دوليه هتبقى راجعه من كاس العالم، سواء اصابات سواء اجهاد سواء في تغيرات كتير جدا 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 ممكن تحصل من دلوقتي لحد شهر فبراير. شفنا ريال مدريد امبارح بيخسر 3-2 عادي من رايو فايكانو، بيتعادل قبلها مباراه، فقد الصداره دلوقتي مع برشلونه، فكل شيء وارد جدا جدا جدا. الامور مش مستحيله بالنسبه لليفربول على الرغم من وضعه المتذبذب ده في الدوري. لو هنبص للارقام هنلاقي ليفربول في اخر 6 مواجهات مع ريال مدريد هو ما كسبش ولا مباراه، خسر 5 وتعادل مباراه واحده. لو هنتكلم على صلاح بقى تحديدا، فصلاح برضه لما يعني واجه ريال مدريد في 6 مرات، 4 كانوا مع ليفربول و2 كانوا مع روما، وبرضه صلاح حظه ما كانش حلو ان هو ما كسبش ولا مباراه. خسر مع روما في ثم نهائي 2016، خسر مع ليفربول نهائي 2018، خسر ربع نهائي 2012 مع ليفربول برضه، وخسر طبعا نهائي 2022 اللي فات. احنا متعودين ان صلاح هو دايما اللي بيسبب عقد للانديه مش العكس يعني، فنتمنى ان المواجهه المقبله ما بينهم هما الاثنين تبقى ثاريه للي صلاح ابننا يعني. طيب منا خليني اروح معاكي النقطه برضو، ولسه بنتكلم عن ريال مدريد وليفربول، لان يعني انا برضو عندي قلق من الناس اللي عندها قلق شويه، خصوصا للاوضاع الاخيره واللي سمعناها مؤخرا لسه من كام ساعه، يعني موضوع ان ملاك ليفربول بيفكروا ان هم يبيعوا يعني النادي او يتنازلوا عن الاسهم لشركاء جدد. هل هذا الامر ممكن ان هو يؤثر برضو بشكل ما على النادي وعلى تقييم وعلى الرانكينج بتاعه وعلى الاداء بتاعه وعلى اللعيبه بتاعته وبالتالي على محمد صلاح؟ يعني هل التذبذب ده برضو في الاداره ربما يؤثر، غير ان هو اصلا يعني مستواه ليس الافضل حتى هذه اللحظه، هل ممكن كمان نشوف مستوى أسوأ من كده؟ بالتاكيد يا نهاوند، اي ذبذبه في الاداره في الفريق في الجهاز الفني اكيد 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 هتعود على اللاعبين. بس لازم يعني الكلام ده كمان بيحصل بره اكتر او في اوروبا اكتر، لازم بيكون في فصل ما بين ده وما بين ده، فصل ما بين مثلا المشاكل الاداريه وما بين الفرق، سواء بقى في جهاز فني او لعيبه. ولكن يعني عايزه بس اقول لك على نقطه مهمه جدا، ان ملاك اصلا ليفربول اصدروا بيان امبارح اوضحوا فيه حقيقه موضوع البيع، وان هم يعني هم ما طلبوش بشكل علني او بشكل رسمي ان هم هيبيعوا النادي، ولكن هم أنا آسفة فتحوا الباب قدام مستثمرين أو مساهمين جدد أو مساهمين جدد يدخلوا معاهم في ملكية النادي. فأعتقد الوضع كده بقى مختلف شوية عن البيع. احنا لسه شايفين تجربة تشيلسي
مع رومانا ابراموفيتش اللي مضطر ان هو يبيع النادي وتولى ولما باع النادي طبعا واتغيرت ملكيه النادي، شايفين التذبذب اللي عليه بالظبط. الفريق في الفتره الاخيره، فاكيد اكيد اي خلل او اي ذبذبه بتحصل اداريه اكيد بتعود على الفريق السلبي. طيب خلينا نكمل معاكي بقى ونروح لنابولي وانتراكتا. انا سؤالي هنا، هل يعني هو فرصه ممكن نقول كبيره للفريق الايطالي طبعا ان هو يواصل هنا انتصاراته والمفاجآت هذا الموسم زي ما هو يعني معودنا حتى هذه اللحظه، ولا الوضع ازاي؟ بصي، هي يعني حسابيا نابولي طبعا عنده فرصه كبيره جدا ان هو يتواجد في ربع نهائي دوري الابطال، بالتزامن كمان مع موسم جيد جدا 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 ورائع بيقدمه الفريق في الدوري الايطالي. لكن برضه في نقطه مهمه جدا ما ننساش ان فرانكفورت اصلا تاهل على حساب لشبونه، كانت في مفاجاه كبيره جدا في المجموعه بتاعتهم. دي نقطة تانية، إن فرانكفورت السنة الموسم اللي فات كان هو سبب خسارة برشلونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وقدر إن هو يوصل للنهائي وقدر إن هو يحصد اللقب في الآخر. سلام. صحيح. ففرانكفورت فريق لا يستهان به. مش طيب. معنى إن انطلاقة نابولي سواء في الدوري الإيطالي سواء في دوري الأبطال رائعة إنه إحنا نقلل مثلا أو نعتبر إنه نابولي هو الأوفر حظا. ممكن يكون عنده فرصة أكبر، ولكن فرانكفورت مش فريق قليل او فريق اسمهم بيه، المباراه مش هتبقى سهله برضو على الفريقين يعني. طيب على ذكر ايطاليا برضو يا استاذه منى، ايه رايك بقى وتوقعاتك بالنسبه لمواجهات قطبي ميلانو، ميلان مع توتنهام وانتر مع بورتو؟ الاثنين يعني مواجهتين متكافئتين، الكفه متوازنه ما بين الفرق. طبعا مشجعي ليفربول ومشجعي سيتي ومشجعي ريال كانوا بيحقدوا على انتر ميلان امبارح ان هو قرعته كانت بورتو، لان هم طبعا اكثر من فريق يعني كان بيتمنى ان بورتو تقع في قرعته في دور ال 16 يعني، لكن على اساس ان هو فريق اسهل يعني. لكن في النهايه الكفتين يعني قريبين جدا ما بين توتنهام وميلان وانتر وبورتو. تمثيل توتنهام كان خرج ميلان في المواجهه الوحيده اللي كانت ما بينهم في 2011 وفاز عليه سانسيرو في دور ال 16 يعني، المواجهه دي كانت سابقه قبل كده يعني ما بين الفرقتين. لكن انا شايفه ان هم المواجهتين يعني ده عنده حظوظ وده عنده حظوظ، ما فيش فرقه مواجهه عن فرقه اخرى يعني. كويس جدا. طب خلينا نروح بقى اخر حاجه عشان ما نطولش على حضرتك برضو. انا عايزه اروح للدوري الاوروبي، هنا هنتكلم عن مانشستر يونايتد وبرشلونه، وانا عندي كلام شويه معلش لو تسمحي لي يعني اقول ده، او يعني لو يسمح لي جماهير اليونايتد وبرشلونه ان احنا نتكلم بشفافيه، لان الاثنين في اسوء حالاتهم يعني، الاثنين فرقتين تقريبا مش موجودين حتى هذه اللحظه. خلينا نقول بمنتهى الصراحه، مانشستر يونايتد محتاج تقريبا يعني فريق كامل، بارسا او برشلونه لسه مع كل اللي بيحصل مؤخرا ده ومحاولات الاصلاح والصفقه بتاعت ليفاندوفسكي وغيره، لسه لم نحصل على قيمه برشلونه بشكل حقيقي، لسه لحد دلوقتي ما رجعش لمستواه ابدا يعني، لسه بعيد. فبتشوفي بقى ازاي اصلا هذه المباراه، ومين يمكن اللي حظه اوفر شويه رغم ان الاثنين زي ما كنت بقول لحضرتك تعساء المستوى حتى هذه اللحظه يعني؟ بصي انا هوند، اول ما القرعه اتعملت وطلع الورقتين برشلونه ويونايتد يعني كانت اغلب التعليقات ان دي مباراه هربانه من الشامبيونز. طب يعني الناس متفقه معايا، طب ما حدش هيزعل يعني؟ لا شيء صعب جدا الصراحه. دي حقيقه يعني، احنا بنشوف برشلونه ويونايتد في الدوري الاوروبي، بنشوف بنفيكا وكلوب روج في دوري الابطال. طبعا انا مش قصدي اقلل منهم خالص، لا بس بتحصل. بنتكلم على تاريخ انديه في البطوله الاقوى يعني. بالظبط بالظبط. بس ف زي ما حضرتك قلت يعني، هو الفريقين مش في افضل حالاتهم تماما، الاثنين لسه بيحاولوا يتعافوا زي ما بنتكلم. برشلونه ما كانش حظه حلو ابدا، خرج من دوري الابطال في سيناريو قاسي جدا جدا جدا، ولو ان انا من وجهه نظري يعني استمراره في دوري الابطال ما كانش هيطول يعني، كان هيقع في 16، هيقع في ربع النهائي، ما كانش هيوصل ابعد من كده يعني. يونايتد وضع من البدايه هو متاهل، ما تاهلش اصلا لدوري الابطال ولعب دوري اوروبي على طول يعني. انا شايفه ان القرعه ظلمت الاثنين بنهائي مبكر في ثمن النهائي يعني احنا كنا منتظرين المباراه دي مثلا في النهائي، في نصف النهائي،
فبدات مبكرا جدا، فللاسف فرقه منهم يعني مش هتكمل معانا في البطوله. المباراه مش هتبقى سهله تماما، مباراه ما بين الاثنين خارج التوقعات. ما تقدريش تقولي لا انا شايفه ان ممكن هقول لك انا على فكره توقعاتي، انا اعتقد البارسا هو اللي هيفوز، لان ليفربول عفوا مانشستر يونايتد في أسوأ حالاته، يعني انا اتوقع الفوز لبرشلونه، ده توقعي. ومع يعني وضع برشلونه مش الافضل برضو، يعني هو يعني هو مش مختلف كتير. يعني انا حتى برضو فوجئت بتصريح تشافي امبارح بعد تعليقه على القرعه ومواجهته مانشستر يونايتد، انه شايف ان مواجهته مانشستر يونايتد اسوء حاجه ممكن تحصل لبرشلونه في الدوري الاوروبي. تحس ان الاثنين هيتعكسوا على بعض وانت ده سيء وده سيء، ده ايه الماتش ده؟ مفيش تصريح يعني اسوء من كده ممكن يتقال يعني. فاحنا يعني هي مواجهه طبعا الجماهير كلها هتنتظرها، هنرجع نشوف رونالدو تاني بيلعب في الكامب نو، سجل اهداف هناك كتير. ده طبعا طبعا في حال انه لو استمر اصلا في يونايتد بعد كاس العالم وبعد الماتشات يعني. يعني نتمنى لهم طبعا لا خير خير ان شاء الله. خير. ميرسي جدا على المداخله دي بجد استاذه منى عمر الناقده الرياضيه، وبجد بنستمتع يعني تحليلاتها وبتبقى الى حد كبير مختلفة. يعني لا بتبقى برضو ليها رؤيه كده، اوقات لما بتتوقع معانا بتصدق.